الجمهوريه رئيس المنتدى المغربي للحكامه والتنميه. هذا المهرجان كيجي في اطار الاحتفال بالذكرى 14 لعيد ميلاد مولاي الحسن، وياتي على بعد اسابيع قليله من اعطاء انطلاقه الحمله الوطنيه الرسميه للتضامن التي اعطى جلاله الملك انطلاقتها. وحاولنا خلال هذه دورة هذه السنة أن تكون تضامنية بامتياز، وبذلك قمنا ببرمجة مجموعة من الأنشطة اللي عندها طابع اجتماعي وتضامني من قبيل قرية للأطفال. كيف كتشوفوا هي عبارة عن قرية بسبعة ديال التخصصات الطبية اللي كتقدم الفحوصات ديالها بالمجان للمواطنين، المواطنين المنحدرين من أسر معوزة، وأيضا عملية ديال الإعذار والختان وعملية ديال التبرع بالدم لفائدة المركز الإقليمي للتحقن الدم. كما تعلمون هذا المركز كغيره من المراكز التحقن الدم على المستوى الوطني دقة ناقوس خطر نفاذ هذا المادة الحيوية، بالإضافة لمجموعة من الأعمال الاجتماعية وعلاوة على بعض الأنشطة ذات طابع التربوي الثقافي الترفيهي والتراثي ككرنفال تراثي كبير غادي يكون صباح يوم الأحد، وأيضا مسابقة في تجويد القرآن الكريم اللي هي مسابقة على المستوى الجهوي اللي غادي تميز بحضور عدد من الشخصيات، وأيضا يوم تحسيسي للسلامة الطرقية اللي غيتم من خلاله تسليم رخص ديال السياقة رمزية لفائدات الأطفال المنحدرين من التجمعات السكنية الشعبية على مستوى جامعة المنصورية. عدد المستفيدين من القافله مثلا؟ الان وصلنا لتقريبا 4500 مستفيد منذ انطلاق هذه فعاليات القريه الطبيه صباح اليوم. 4500 مستفيد اقول، وممكن وصلوا ل 6000 مستفيد مع حلول الخامسه من توقيت مساء غد يوم الاحد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله. في البدايه نشكر موقع الوطنية بريس على هذا الاهتمام بهذه القافلة الطبية، وهذه القافلة الطبية تنظمها جمعية الإرادة المغربية للمعاقين بشراكة مع الملتقى المغربي للحكامة والتنمية في إطار يعني المهرجان الربيعي الثالث للمنصورية إقليم بن سليمان. وهذا المهرجان يقام في إطار الاحتفالات بالذكرى الغالية لميلاد ولي العهد صاحب السمو الأمير مولاي الحسن حفظه الله، ومهرجان اللي كيضم مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وضمنها هذه القافلة الطبية المتعددة الاختصاصات واللي كتضم اختصاص ديال أمراض الولادة، أمراض النساء والولادة، أمراض القلب والشرايين، طب الأطفال، طب العيون، الختان، يعني ضمن التخصصات عندنا حملة ديال التبرع بالدم باش ندعموا المركز الوطني لتحقن الدم، ولا سيما المركز الجهوي للرباط اللي بن سليمان جزء من المركز الجهوي لتحقن الدم يعني ديال الرباط. إضافة إلى هذا أن هذه القافلة طبية كنظم أنا قوافل طبية هذه مدة ديال 10 سنوات اللي كندعموا فيها الجهود ديال صاحب الجلالة الملك المعظم محمد السادس نصره الله وأيده، وهذه قافلة يعني كتدخل دعما للحملة الوطنية التي أطلقها مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أطال الله عمره وأبقاه يعني لهذا البلد العزيز وللأمة المغربية وللأمة الإسلامية والعربية. وحنا إن شاء الله هذه القافلة في هذه المنطقة اخترناها لأن منطقة كتعيش في ظروف هشة بالنسبة للقطاع الصحي، وبغينا يعني الساكنة ديال المنصورية تستفد من هذه القافلة بشكل كبير. فحاولنا تجمت أنا شخصيا وحاولت باش يعني نجمع أطباء من المراكز الجامعية الاستشفائية، المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وكان هناك يعني تجاوب كبير من طرف السادة الأطباء ومن طرف رؤساء المصالح ومن طرف مدراء بعض المستشفيات التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية كمستشفى الأطفال بمدينة الرباط
مستشفى عبد الرحيم الهاروشي وكذلك مستشفى الأطفال بمدينة الرباط اللي هو تابع المركز الاستشفائي ابن سينا. وكذلك كانت هناك استجابة من طرف السادة المدراء ديال الشركات ديال الدواء، منهم شركة سوطيما سي عمر التازي الله يطول العمر، والزوجة ديالو المحسن رنا الماء التازي الله يجازيها بخير، اللي كيساعدوا هاد القوافل الطبية وكيساعدوا المعوزين فالله يجازيهم بخير. وكذلك ما ننساوش شركة برومو فارم، هاد الشركة ديال برومو فارم نشكر السيد المدير العام، كما نشكر الدكتور عبد الرحيم عليوة اللي هو كيدعمونا بمجموعه من الادويه لكي يستفيد المواطنون من هذه الادويه في اطار القافله الطبيه. اضافه الى هذا اننا بالنسبه للدعم المادي فلقينا الملتقى المغربي للحكامه والتنميه هو اللي يوفر يعني كل ما تحتاجه القافله الطبيه من مصاريف ماديه كتغذيه الاطباء كالمبيت الاقامه كالنقل. ولقينا يعني بالنسبه للمنتدى المغربي للحكامه والتنميه ولا سيما السيد الرئيس كريم القرقوري اللي ناضل من اجل تنظيم هذه القافله الطبيه واللي ضحى ماديا ومعنويا، وكذلك الاطر اللي معاه في المنتدى. وهناك جمعيات من المجتمع المدني في مدينه المنصوريه اللي تجندات ان كان المجتمع المدني حاضر وكان دعم من طرف المجتمع المدني اللي دعمونا باش نجيبوا هذه القافله الطبيه لمدينه المنصوريه اقليم بن سليمان. وتقريبا ان القافله الان في هذا اليوم في يوم الجمعه اللي هو اليوم الاول، لان القافله التاريخ ديالها هو الجمعه السبت والاحد 19/20/21 ماي 2017. البارح الجمعه تمكنا من القيام بعمليه ديال الاعذار، وتم إعذار 100 طفل تم إعذارهم في إطار القافلة. واليوم راه تم إعذار شي 5 ديال الأطفال، وغدا باقي لنا شي 10 ولا شي 15 طفل غادي نكملوا العملية ديال الإعذار غدا إن شاء الله. كاين هناك بالنسبة للطب العام، كاين دابا الآن استفدت ما يزيد على 150 مواطن ومواطنة في الطب العام. بالنسبة للأمراض القلب والشرايين استفدت يعني واحد العدد ديال واحد 80 ولا 90 ديال الناس. كذلك كاين بالنسبة لطب الأطفال استفدت واحد تقريبا واحد النسبة ديال شي 150 ولا 160 طفل اللي استفدوا من الفحوصات. ثم بالنسبة للأمراض النساء والولادة استفدوا واحد العدد كثير من النساء في إطار يعني الفحوصات ديال النساء اللي هي كتدخل فيها القضية ديال الكشف المبكر على سرطان الثدي وعنق الرحم، ويعني التعفنات يعني اللي كتكون عند النساء. والحمد لله استفدت واحد النسبة كبيرة من النساء. وكذلك بالنسبه لامراض الغدد والوباء السكري هناك شيء يعني استفاده كبيره، وجدنا كشفنا على حالات ديال الناس اللي ما كانتش عارفه راسها ان عندها داء السكري، والان عرفوا بان عندهم داء السكري. والساده الاطباء حدوا لهم الادويه، وحنا كنعطيو الادويه اللي كاينه واللي ما كايناش راه يمكن المواطن حتى هو يتعاون شويه يشريها، ولكن الادويه اللي كاينه راه كلشي كيستافد. وهذه قافله فيها الاستفاده بالمجان، استفاده مجان، هذه قافله مجانيه. المواطن ما كيعطي والو، الاستفاده من الفحوصات بالمجان والاستفاده من الادويه بالمجان، هذا هو اللي كاين. ونسال الله التوفيق، ونسال الله تعالى ان يوفقنا لخدمه هذا البلد تحت القياده الرشيده لمولانا امير المؤمنين صاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس نصر الله ايده. واشكر مره ثانيه الوطنيه اسبريس على هذا الاهتمام ديالها بهذا العمل الخيري وهذا العمل الانساني. وحنا كنعرفوا ان هذا الموقع وهذه القناه يعني الحمد لله عندها واحد الصدى طيب ما كتهتم بهذا العمل الجمعوي والانشطه ديال المجتمع المدني. الان استاذ ما هي الامراض التي تم الكشف عنها؟ هناك بالنسبه اي كاين هناك بعض الحالات ديال بعض الاطفال، كاين واحد كاين حالات ديال الاطفال اللي عندهم بعض التشوهات خلقيه، دي بروبليم كتلقى عندهم بروبليم كونجينيتال. كاين واحد الطفل لقينا اللها ديالو مثقوبه،
هذا الطفل خصو عملية جراحية في مستشفى الأطفال، فكنديروا واحد اللائحة ديال الوليدات ولا ديال النساء اللي خصو العمليات، وحنا من مورا القافلة كنتكلفوا بهم مع السادة رؤساء المصالح الله يجازيهم بخير، رؤساء المصالح الطبية دائما بالمجان، غيكون الاستشفاء ديالهم بالمجان، وغتكون العملية الجراحية بالمجان، وغادي يستافدوا حتى من كل ما كاين في المستشفى بالمجان. نعم شكرا. نعم وكنشكركم مره ثانيه، وكنوهو يعني بالسلطات المحليه ديال المنصوريه وعلى المجهودات اللي قاموا بها انهم وفروا لنا المناخ باش نشتغلوا في هذه القافله، ووفروا الفضاء، ووفروا لنا الامن، والحمد لله لقينا واحد الترحاب كبير من طرف الساكنه ديال المنصوريه. ولا زلت اكرر اشكر باسمي الخاص وباسم جمعيه الاراده المغربيه للمعارضة، وأشكر الأخ كريم القرقوري والإخوان حسن ساليك والإخوان ديال المنتدى المغربي للحكمة التنمية والجمعيات الأخرى اللي هي دعمت هذه القافلة الطبية واللي اشتغلت في تنظيم هذا المهرجان يعني الربيعي الثالث. وشكرا لطاقم القناة، وإلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله. We'll be right back.